فازت اليوتيوبر إيمان الإمام من مصر بلقب الدورة الثانية من مسابقة أسبوع يوتيوبر المرأة العربية التي ينظمها مشروع بودكاست عربية، وهذا بعد منافسة مع 11 مشتركة أخرى من 5 بلدان عربية هي الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، مصر. وتمكنت إيمان من حصد إعجاب اللجنة والجمهور على حد سواء، حيث أجمعت لجنة تحكيم الدورة الثانية التي تكونت من الإعلامية اللبنانية بسكاي نيوز عربية جي سي المر، الدكتور آسيا موساي طبيبة متخصصة في السرطان وناشرة بدارها الاختلاف المدونة المغربية، والطبيبة الدكتور سناء الحناوي من المغرب، العامة بمشروع بودكاست عربية لطيفة فارسي. أجمعوا على تميز مشاركة صاحبة قناة الاستبتالية. ومن جهته أكد مدير مشروع بودكاست عربية يوسف بعلوج أكد نجاح المسابقة في خلق الاهتمام لدى الشابات العربيات بصناعة محتوى الفيديو الهاتف. احنا خدنا المركز الاول في مسابقة بودكاست عربية اللي كان بينظمها موقع بودكاست عربية الجزائري. الموقع بيدعم اليوتيوبرز العرب وبيقيم بينهم مسابقات من وقت للتاني. الثانية شاركت بفيديو عن سرطان الثدي. المرحلة الاولى كانت بلجنة التحكيم والمرحلة الثانية كانت بالتصويت، فانتم كنتوا سبب ان احنا نكسب ونعدي المرحلة الثانية.